حرفي عبد القادر قصيم، مواليد 1952، مدينة حلب. بالنسبة لي صار لي 55 سنة تعلمت الحرف عن أبوي وعن أبوي عن جدي. نحن صرنا بعائلتنا بتشتغل بهالحرف هاي 350 سنة، أبا عن جد هدول حفظانهم أنا يعني. الحرفة هاي أقدم حرفة بالتاريخ، وهي شغلة مثبتة يعني. أول ما فكر الإنسان نزل من الجبال ونزل شيء ستر حاله، اخترع النول كان على الأرض، وتطور النول مع الزمان، تطور صار 100 صنف وميت حتى وصلنا نحن نولنا هاد اسمه نول العربي، نول الجورب قالوا هاد مختص في البسط والعبي. هلا الحرف كله، الحرفيين كله مو حرفتنا بس، ابا عن جد بتعلموه. مثلا انا حرفي بعلم اولادي، انا تعلمت عن ابوي وابوي تعلم عن جدي، هيك كان مو عندنا بس، في كل سوريا الحرفيين بعلموا اولادهم. يعني الحرف ما قلنا عنه مثل، اذا ما غنتك تسترك، هاي لا بتسترك وبتعيش عيشه كويسه كريمه يعني. مو هلا هلا قبل 200-300 سنة يعني، عن كان يشتغل اول قبل الحرب العالميه الثانيه كان بساط الحلبي ما يتمن بسعر، والعبايل شو الحلب ما تتمن بسعر هاي يعني. بالنسبه لمصلحتي بس هي 100 نوع فيه، كان بحلب في الميزر، في الشالات الحرير، في الخام، في ايش بخطر ببالك كان يصنع مدينة حلب ويتصدر لاوروبا وللعالم كله. انا هلا بصنع فرش فرش عربي دشاكات ومخدات، بصنع بسط مارسنا بالخانشون 30 سنة عن تميت، قدرت اعرف كل بلد شو طلبه وشو الوانه وشو بنشتغل. بسط تنباع للاجانب واهل الخليج بحبوها لهلا، بنشتغل لهم بسط وفرش وهيك شغلات للزينه. ما في انقراض، بدها تنقرض بعدين. الحرفة الأساسية أرضت، أنا آخر واحد فيها، ولادي ثلاثة وأخوي بقدروا يعني وصلوا نص المرحلة اللي أنا وصلها، يكون يرجعوا لهون ومع الأيام بقدر بصلوا. النول بصير يتم هذا شغل تجاري، بس المصلحة الأساسية اللي مشهورة مدينة حلب فيها بدها تموت بس إن متت أنا. هلا انا اذا حكيت بدي اقولوا انه انا مغرور. هلا هاي المصلحه في 7 منهم جماعتي عم بيشتغلوا فيها، هي هلا التجاريه المصلحه التجاريه، هذا البص التجاريه اللي بيشتغل هاد ما خرج يصل في حياته لمرحله اللي انا وصلوني. يعني الصناع البساط الحلبي اللي عمره مئات السنين مستحيل، العبايه الحلبيه القديمه هلا ما في منها غير من متاحف، صعب يتعلمها هيك. طالما تعلم بهاي وما في مني يدرجه بالتعليم يعني علمه مستحيل. انا عمري هلا 70 سنة، كان في امكانيه اجيب اولادي اكمل لهم المشوار، ابرك جنبهم بسيدوا مني وبقدر بشتغل لي 2-3 ساعات بالنهار، اولادي ما بايجوا. يا علو الله كتر من امثالكم.